النتيجة مسبقا، يبقى الميدان هو الفاصل والحاسم بين الفريقين. نذكر أن فريق رائد القبة اليوم يحضر بمجموعة قليلة من اللاعبين، ب 14 لاعبا فقط، يعني ب 11 لاعب أساسي، وهناك لاعبين في قائمة الاحتياط زائد الحارس الثاني بن موسى سفيان، يعني بثلاثة لاعبين في قائمة الاحتياط. هذه هي تشكيلة فريق رائد القبة: أسرير، حسني، وزميرلي، زرابي، قربوعة، حمودة نبيل، بوكتشان، بوسفيان، بوكاش بسعيد، ورفيق بوسوار هو رقم 11 في تشكيلة الرائد، الذي يغيب عنه كما قلت حمودة سالم مصاب، بن ملا سمير معاقب، وكذلك حبيب المعاقب لياتي معاقب والآخر، إلى جانب روي عزيز المصاب. نذكر أيضا أن هناك مجموعة أخرى من اللاعبين غائبين: مولودية الجزائر في الحيران صاحب موتان، عمران بن حملات العربي بو عمران، بوسنينة، وحيد بوديلي، آيد عثمان، جبل خير فارس، بن علي عامر، وابراهيم شاوش كريم، هداف مولودية الجزائر بخمسة أهداف. بعد لحظات من الآن السيد جبل الله توادي سيمنح ضربة الانطلاقة لفريق مولودية الجزائر أمام الكرة آيد عثمان وعامر بن علي. إذن ضربة الانطلاقة لهذه الاونه بالذات. نذكر ايضا ان تشكيل مولودية الجزائر يغيب عنها لاعبين: بوعصيده ودلالو، بوعصيده المدافع بسبب العقوبه، وكذلك لاعب وسط الميدان دلالو بسبب العقوبه هو الاخر. وهذه اول كره تلعب فريق مولودية الجزائر، دخول وقفت العمليه وحوالا الكره وجاذبيه هيل الكره من شاوش كريم اللاعب الخطير، واول فرصه خطيره لفريق مولودية الجزائر في الثلاثين ثانية الأولى من هذه المواجهة. انطلاقة لفريق مولودية أو رائد القبة، مقطوعة من دفاع المولودية من عمران لآيت عثمان، الدفاع يتدخل بواسطة قربوعة يخرج الكرة إلى ركنية أو إلى تماس، تماس لعمران، عمران لعمر بن علي، مراوغة جيدة، عمران مرة أخرى في وسط البيتان، مقطوعة من حمودة، ثم بوكاش ما وصلش بالكرة، يتفوق عمران، عمران كرة ملعوبة مع عامر بن علي، محاولة للتوزيع، يراوغ مرة أولى، والثانية مقطوعة في وسط الميدان، مقطوعة من بسعيد، انطلاقة، ترجع الكرة لمولودية الجزائر وعامر بن علي، ثم بصور رفيق، صور رفيق ومضايقة من العربي، من العربي بو عمران يخرجها إلى تماس. العربي بو عمران عبد القادر مدافع فريق مولودية الجزائر، تماس لرائد القبة، وقاش في مراوغة يستفيد من مخالفة، وقاش لاعب ممتاز في التشكيلة الشابة لفريق رائد القبة الذي يدربه السيد رشيد بو عراطة في محاولة منه لإعداد فريق كبير. الهدف والغاية بالنسبة لهذا الفريق هو البقاء في حدث القسم الوطني الأول. الدفاع يخرج هذه الكرة، دفاع مولودية الجزائر مقطوعة من دفاع رائد القبة، وانطلاقة إلى قاضي بن هولاك على الجهة اليمنى بمحاولة توزيع الكرة وإلى ركنية، ركنية أولى في المباراة بعد مضي ثلاث دقائق لصالح رائد القبة. كانت من هذا اللاعب بوسفيان محمد، اللاعب الشاب والمتألق لحد الآن في بطولة القسم الوطني الأول، لاعب من الأواسط من مواليد 85، تنفيذ الركنية لصالح رائد القبة. وسع الدفاع يخرجها، كانت أرضية، دفاع في القائم الأول يخرج هذه الكرة، ترجع دائما لصالح رائد القبة، وانطلاقة، خروجه ويلا، والحارس ويلا، والحارس حمودان خالد بيعوض اليوم صولة كريم في أول محاولة خطيرة لفريق رائد القبة بواسطة بوكاش، وجه لوجه مع الحارس وكذلك المدافع العربي بو عمران في وسط الميدان لبو سفيان، مقطوعة، ترجع الكرة للرائد، وسفيان ثم بسعيد، لعبة مع بوسوار، بوسوار بانطلاقة، بوسوار لبسعيد،
وصوار مرة أخرى مقطوعة إلى ركنية، ركنية الثانية لرائد القبة بعد تدخل وحيد. وحديد بين بوسوار ووحيد. هذا اللاعب رقم 20 عرضي ابو عمران عبد القادر. هو حموتان خالد من مواليد 78، حراسة المرمى اليوم كحارس اساسي. صولة كريم موجود في قائد الاحتياط، نذكر قائد الاحتياط بالنسبة لي المولودية بعد تنفيذ الركنية. وزع القائد الاول والدفاع مرة اخرى. عمران يخرج الكرة، تفضل المراوغة، لعبة طويلة لآية عثمان. آية عثمان المراقبة والاحتفاظ بالكرة وإلى التماس. قلت تشكيلة الاحتياط بالنسبة لفريق المولودية، عويدات سيد أحمد، بوكروم، علي، شلوفي فيصل، تغيش مصباح، حيد محمد، نصري صالح، وصولة كريم الحارس الثاني. بينما في قائمة الاحتياط بالنسبة للرائد كويتي ابراهيم، ايلول سليمان العائد الى فريقه ايلول سليمان، والحارس الثاني بن موسى سفيان، يعني بمجموعه ب 13 او 14 لاعبا عندما نحتسب. الحارس الثاني وبوسوار ينطلق، بوسوار رفيق بمحاوله اخرى في جديده، والحارس على مرتين. الحارس حموتان خالد في هذه اللقطه على مرتين، كانت جديده من رفيق بوسوار. عمران فوديلي، ترجع الكرة لفوديلي، يفتح من هناك وأحسن دفع لتغيير اللعب، وانطلاقة لعزيز بن حملان. عزيز بن حملان والكرة تماس. وحيد على الصورة رقم 6 في تشكيلة فريق المولودية العائدة إلى منافسة البطولة الوطنية. أتذكر أن آخر مباراة للمولودية كانت أمام أهلي برج بوعريريج في البرج، انهزمت المولودية بهدف دون مقابل. بالتماس ملعوبة. يراوغ مقطوعة. ترجع الكرة لمولودية الجزائر مرة أخرى لبسعيد، من هناك على الجهة اليمنى بمحاولة للمراوغة وتوزيع الكرة، يحتفظ بالكرة أبو سفيان، مراوغة أولى وثانية ولكن الدفاع يتفوق. حيلعب على الجهة اليمنى. جاوش إبراهيم. البحث عن رفيقه وعن المساندة، يوجد فضيلي. فضيلي ثم آية عثمان. آية عثمان محاولة المراوغة. فضيلي مرة أخرى. فضيلي انطلاقة لآية عثمان داخل منطقة العمليات. آية عثمان في محاولة توزيع الكرة والدفاع في اللحظة المناسبة، يخرج الكرة الخطيرة في المرة الأولى ثم الثانية من خليل بوكجان، يخرج الكرة عن هذه المحاولة الهجومية واللعبة الثلاثية المشتركة. فوديلي عامر بن علي في محاولة توزيع الكرة، خروج الحارس وسرير وسهل. خروج ووفق بهذه اللقطة من جانب الحارس أسرير نسيم. انطلاقة لفريق رائد القبة، ينطلق وصوار رفيق من هناك لبوكاش وعمران في اللحظة المناسبة. ترجع الكرة لفريق للرائد لبو سفيان. الرائد ابو سفيان ثم بوكاش. من بوكاش بمحاولة توزيع بوكاش. هيدا هو الهدف الاول. هيدا هو الهدف الاول لفريق رائد القبة بواسطة بوسوار في لقطة جميلة. وفرحة انتصار الفريق فوق المدرجات بهذا الهدف الذي أمضاه اللاعب بوسوار بعد توزيعه من بوكاش الحاج، وعمل ثنائي شيء خطير في المحاولات الهجومية الثنائية من فريق رائد القبة وبوسوار في لقطة جميلة في المكان المناسب لتسجيل الهدف. أصبحت النتيجة هدف دون مقابل لفريق رائد القبة أمام مولودية الجزائر. رفيق بوسوار يتمكن من هز الشباك لفريقه في الدقيقة الأربعين أو الواحدة والأربعين. إذن سنرى كيف سيكون في الدقيقة الواحدة والأربعين طبعا كيف سيكون رد فعل مولودية الجزائر على هذا الهدف الذي أمضاه رفيق بوسوار على الصورة. المهاجم الخطير يؤدي في دور كبير لحد الآن في الهجوم مع بوكاش، يشكل ثنائي خطير. بن حملات
مقطوع الكرة من نبيل حمودة وخطأ من آية عثمان. إرادة وطموح فريق رائد الكوبا لحد الآن متفوقة أمام بلودية الجزائر. حمودة بعد الصورة، حمودة نبيل لاعب الشاب. في غياب حمودة سالم المصاب وبالملاط سمير المعاقب وحبيب المعاقب واليد ميشيل المعاقب وكذلك هراوي عزيز المصاب. كرة إلى تماس لمصلحة رائد القبة. تم دقيقة 42 والنتيجة هدف دون مقابل للرائد أمام مولودية الجزائر بملعب 5 جويلية في هذه السهرة الرمضانية وفي ختام مباريات الجولة 13 لبطولة القسم الوطني الأول. بوكاش قدم كرة جميلة لمصوار على طبق ليسجل الهدف، مقطوعة من دفاع المولودية من عمران ثم بن حملات يرجع للخلف بوسنينة. بن حملات يراوغ بن حملات انطلاقة ومضايقة من بوسفيان يقول رمي التماس. رمي التماس للمولودية ولعزيز بن حملات الذي يعود إلى ملعب 5 جويلية بعد سنة كاملة، آخر مباراة كانت له مع شبيبة القبائل هنا بملعب 5 جويلية لحساب دور نصف نهائي لكأس الكاف. وخطأ يقول الحكم السيد جبل التواتي لمولودية الجزائر. هو عدد كبير من اللاعبين داخل مربع العمليات. دفاع الرائد عناصر من الدفاع والهجوم وبعيده بعيده تماما. تنفيذ ركنيه من عامر بن علي، الكره بعيده وضربه مرمى للحارس نسيم سرير. والزميرلي والزميرلي وانطلاقه اخرى. الدفاع وسنينه ثم تغيش فوديلي. فوديلي البحث عن الرفيق المتحرر عن عامر بن علي، مضايقه ويرتكب خطا. يرتكب خطا عامر بن علي على الصوره. في محاولة لتفسير اللقطة أمام أنظار الحكم السيد جبل الله تواتي الذي يدير هذه المباراة يقول 3 دقائق من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. طويلة الكرة لبوسوار بوكاش، وصل بوكاش، خطير بوكاش تفوق للدفاع. ثنائي خطير في الهجوم بوسوار وبوكاش. دفاع مرة أخرى يخرجها. وحيد من هناك لبو عمران ثم بن حملات. حملات وابراهيم شوش مضايقة من خير الدين زربي تفوق بهذه اللقطة وإلى التماس خرجت الكرة فعلا. هذا هو اللاعب زرابي خير الدين من عائلة كروية. والده كان لاعبا كبيرا وشقيقه أيضا لاعبا محترفا في أجاكسيو وهو لاعبا في رائد الكوبا. عائلة كروية تحترف كرة القدم. وخطأ مضايقة فعلا يقول الحكم السيد تواتي جبلة على إبراهيم شوش من حسني في هذه اللقطة. إبراهيم شوش الخطير والهداف. نلعب الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. النتيجة نذكر الجمهور هدف دون مقابل لرائد القبة بملعب 5 جويلية سجله بوسوار في الدقيقة 41 وخلف لعامر بن علي. قد تشكل خطورة وعدد هائل من اللاعبين داخل منطقة العمليات أمام الحارس وسرير. نسيب الدفاع يخرجها بدون تركيز. الدفاع يخرجها تلعب بطريقة جيدة هذه المخالفة. عمران عمران وفيه وراية ووضعية تسلل. كل حكم المساعد السيد قايد أحمد للاعبين آية عثمان وكذلك شاوش إبراهيم. ضيع الكرة بدون تركيز لصالح فوديلي وانطلاقة لمولودية الجزائر. وشاوش إبراهيم محاولة الدخول من شاوش يدخل شاوش الدفاع خرجها في الوقت المناسب وفي اللحظة المناسبة. قربوعة قطع الطريق أمام شاوش إبراهيم. إبراهيم شاوش كريم على الصورة مهاجم خطير وأهداف مولودية الجزائر 5 أهداف لحد الآن وركنية.
ركنيه ملعوبه باليسرى للقائم الثاني، خروج الحارس وسرير يتفوق، خروج موفق ويتفوق نسيم سرير بهذه الكره. الحارس عندما يكون في كامل لياقته البدنيه والفنيه وتكون تدخلاته موفقه يمنح الكثير من الثقه للدفاع وللاعبين عموما. الحارس البارع والحارس الكبير يشكل 50% من الكره. ونتمر لي الكره الى تماس، ضربت الكره بشاوش ابراهيم يقول تمرلي لاعب الشاب هو الاخر. خطا الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضائع. عمران على الصوره المدافع الايمن لبلودية الجزائر، 30 ثانيه فقط من الوقت بدل الضائع، نتيجه هدف دون مقابل. بسعيد وزميرلي والتمرلي والدفاع تفوق بواسطة عبرات، ثم مرة أخرى داخل منطقة العمليات وحبوتان مرة أخرى، خروج موفق أمام دفاع بلودية الجزائر إلى تماس. تماس لي دفاع من البلودية، المراقبة والمضايقة وكذلك المراقبة اللصيقة ومضايقة حامل الكرة. هذه الامور الخطه اللي يرسمها المدرب رشيد بوعراطه المتفوق لحد الان بهدف دون مقابل في الشوط الاول لهذه المباراه، ذات الطابع المحلي الكلاسيكي هنا بملعب 5 جويليا. الهدف سجله بصوار في الدقيقه 41. شكرا لكم سيداتي وسادتي، لنا عوده مع بدايه الشوط. عودة باسم حضراتكم سيداتي وسادتي جمهورنا الرياضي الى وقائع الشوط الثاني لهذه المباراة المحلية الكلاسيكية بين فريقي بلودية الجزائر ورائد القبة. تركنا الشوط الاول بهدفين دون مقابل لصالح الرائد، سجله بوسوار في الدقيقة 41 مع تسجيل تغيير ثاني في تشكيلة بلودية الجزائر. ها هو الهدف، نشاهد لمن فاته مشاهدة اللقطة وكيفية تسجيل الهدف من بوسوار في الدقيقة 41. شكرا للمخرج الزميل سامي كشرود والفرقه التقنيه. اذا تغيير ثاني في تشكيله البلوديه، دخول ناصري رقم 11 في مكان ايت عثمان. التغيير الاول كان حدث في الدقيقه 37، دخول مصباح دغيش في مكان جاب الخير وضربه الانطلاقه للشوط الثاني لمصلحه رائد القبه الفائز بهدف دون مقابل تحت قياده الحكم السيد جاب الله توتي، و يساعده قيد احمد واوكيل طاهر الحكم الرابع والسيد مزواني عبد الكريم. اذا اللحظات الاولى من وقائع الشوط الثاني، النتيجه كما قلت هدف دون مقابل لصالح الرائد بدون تغيير في تشكيله رائد القبه لحد الان. يلعب بنفس التشكيله التي دخلت الشوط الاول، اسرير حسني والزمرلي زربي قربوعه حموده نبيل بوك جيم خليل وسفيان بوكاش سعيد وبسعيد امين وبصور رفيق مسجل الهدف في الدقيقه 41. خطا يقول الحكم السيد تودي. البلوديه دخلت بالتشكيله التاليه، حموتان خالد الحارس الاساسي اليوم في مكان صولة كريم، عمران منير بن حملات عبد العزيز العربي بو عمران وحيد ابراهيم وديلي مراد، ايت عثمان خرج ودخل في مكانه اللاعب نصري، جاب الخير فارس خرج في الشوط الاول وترك مكانه ديد غيش بن عامر او عامر بن علي رقم 10 ورقم 14 ابراهيم شوش كريم ورقم 5 بوسنينا عبد المؤمن. ورمي التماس لبلودية الجزائر الذي غير البدله، ليست بدله جديده بالالوان جديده، ليست هي بدله الشوط الاول، فهل ستتغير النتيجه مع تغيير البدله في الشوط الثاني؟ نذكر ان فريق رائد القبه كان احسن في الشوط الاول، قدم لمحات فنيه احسن، كان احسن في الهجوم وتمكن من الوصول الى شباك الحارس حموتان خالد كره خطيره فيه دفع يقول الحكم وخطا، فيه دفع يقول الحكم وخطا، واحتجاج عناصر بلوديه الجزائر على السيد تواتي جاب الله تواتي. فنشاهد العرض البطيء لهذه اللقطه، خروج الحارس غير موفق امام دغيش ودفاع
والمدافع قربوعة تغيش وجد الكرة مهيئة. نشاهد في العقل الفاضي كيف كان. ها هي اللقطة وخروج الحارس وتغيش الحكم السيد جاب الله يقول في خطأ. الحكم هو سيد الميدان وصاحب القرار الأول والأخير والمدرب سعد نور الدين على الشاشة. هل درس خطة رشيد بوعرضة على الصورة أيضا من أجل فك وحل هذه الخطة المرسومة من طرف رشيد بوعرضة في الشوط الأول، خاصة في الهجوم والاعتماد على التمريرات القصيرة الثنائية والثلاثية والدخول في منطقة العمليات، وتمكن بواسطة هذه الخطة من وصول الشباك مرة أخرى لصالح فريق رائد القبة. لصالح باسعود في محاولة المراوغة تجمع للدفاع بوسنين يتدخل يتفوق تغطية دفاعية جميلة من بوسنين يخرج الكرة ترجع الكرة لحسني ولصالح رائد القبة في انطلاقة أخرى لبو سفيان مع حسني في محاولة لتوزيع الكرة للقائم الثاني لبو سوار. الكرة خرجت خرجت الكرة ضربة مرمى بو سفيان حسني مرة أخرى مباشرة إلى الدفاع المنوفية ولبوسنينة بسرعة بوسنينة لفضيلي فضيلي لعمران راقب نسيقة على كل عنصر من عناصر مولودية الجزائر بداية من خط الوسط ماس لبوغاش محاولة المراوغة أمام عمران يتفوق مراوغة أولى يلعب الكرة مع بسعيد ثم بصوار خطير بصوار خطير بصوار انتر بصوار بعد مراوغة بصوار هنا واحد موتان ينقذ مرمى في الوقت المناسب تدخل بارع من حمودان خالد ينقذ مرمى بعد لقطة خطيرة من هذا اللاعب على الصورة كما تشاهدون من بصوار رفيق الذي راوغ وانطلق وسدد والحارس حمودان بالقدم بالقدم يخرج الكرة إلى ركنية فرصة ثمينة ثمينة ضائعة لفريق رائد القبة باليسرى حمودان بالقدم هو الأخرى ينقذ مرماه وركنية في الدقيقة 65 ركنية لرائد القبة الدفاع يخرجها بواسطة أبو عمران بوغاش صراع كبير داخل العملية تفوق لعمران في الكرة العالية وإخراج الكرة من تغيش وحملات وخطر يعني تدخل من ضربي على عزيز بن حملان تدخل واضح تدخل واضح وبطاقة صفراء تدخل قوي وخشن من زرابي على بن حملان عزيز حكم قال بطاقة صفراء لقطة كنا شاهدنا لقطة خطيرة هي لقطة مروغة رائعة لمدافعين وانطلق بصوار باتجاه المرمى وانفرد بالحارس حمودان سدد والحارس بالقدم خرج الكرة إلى ركنية كاد أن يقضي بصوار على بلودية الجزائر بهذا صار بيع الصورة حصل على بطاقة أصفر دفاع خرجها بواسطة خليل بوكجان ثم وحيد ملعوبة لناصري بن علي بن علي وكرة جميلة بن علي دخول منطقة العمليات بن علي محاولة للتسديد أوي لا لا جانبية بدون تركيز بدون تركيز وجانبية وبعيدة تماما عن مرمى إطار الحارس ناسي بوسريري قدم كرة داخل منطقة العمليات عامر بن علي التسديد عشوائي هي الإصابة العزيز بن حملات بعد التدخل القوي من زرابي خير الدين أتمنى أن تكون الإصابة خفيفة وسليمة كي يعود عزيز بن حملات إلى فريقه تلقى الإسعاف من طبيب الفريق علي الهامش شكرا لفرقة التقنية تي في سي 7 الدفاع يخرج هذه الكرة توزيعها من عمران رجب كريستيان خليل وتغيير اول في تشكيلة رائد القبة السيد رشيد بوهراطة راح يستعمل اول ورقة خروج سعيد
أمين رقم 18 ها هو على الصورة لاعب الشاب ودخول رقم 8 إيلول سليمان العائد إلى فريقه إيلول سليمان العائد إلى فريقه نذكر أن فريق الرائد البدلاء هناك ثلاثة لاعبين فقط كوياتي إبراهيم إيلول سليمان الصورة اللي يدخل بدل ما كانوا ثم الحارس الثاني بن موسى سفيان فقط في غياب عدة عناصر أخرى وتغيير آخر في تشكيلة مولودية الجزائر دخول رقم 18 نوفي فيصل في مكان عزيز بن حملان طبعا يتلقى إصابة منعته من وصلة اللعب والأداء مع فريقه إذن التغيير الثالث والأخير نوفي فيصل وهو مهاجم في تشكيلة مولودية الجزائر في محاولة توزيع هذه الكرة الدفاعية خرجها در ب 13 و 14 لاعب من فريق رائد القبة إلى هذه المواجهة المحلية الكلاسيكية أمام مولودية الجزائر كرة في الوسط لرائد القبة انطلاقة ينطلق بأول كرة إلى سليمان في محاولة البحث عن سفيان الكرة بعيدة أول كرة طبعا من أيلول سليمان لدفاع مولودية الجزائر خرجت ولي وحيد إبراهيم أوديلي يغير من هناك أوديلي سوء تفاهم وبوكاش يتفوق يراوغ مراوغة أولى وينطلق بوكاش خطير بوكاش والآخر عندما ينطلق مضايقة من بو عمران وضربة مرمى يقول ضربة مرمى يقول الحكم احتجاج من بوكاش الحاج جاء مستعيد مريض رائد التشكيلة الشابة الطموح والإرادة والغاية هي البقاء في حظيرة القسم الوطني الأول وتشكيل فريق تنافسي في المستقبل بهذه العناصر الشابة حاولت المراوغة من الناصري ما يتفوقش التفوق للدفاع ولبقجان أو نعم لولد زميرلي ثم انطلاقة لمولودية الجزائر تغيش تغيش أمام عدة مدافعين تغيش يحتفظ بالكرة مضايقة وراية مرفوعة ويستفيد من خطأ تغيش مصباح على الصورة اللاعب الذي أدى دورا كبيرا في الموسم الماضي عندما كان فريق مولودية الجزائر يلعب من أجل الصعود كرة هائلة والحارس سرير عناصر الهجوم وأن تطلب المساندة والمساعدة أن الحل يوجد في العناصر او في قدم ورجل اللاعبين الذين لا يملكون الكره وانطلاقه من بوسوار خاطر بوسوار عندما ينطلق خاطر ينطلق بوسوار مراوغه محاوله الدخول يقدم كره من هناك ايلو جانبيه من ايلول سليمان تسديده قويه جدا ها هي اللقطه معاده بالعرض البطيء وثاني يتفرج على الكرة خطورة كبيرة من جانب عناصر رائد القبة بعنصرين فقط محاولت اللعب وتسديدة قوية بعيدة الاعتماد على الهجمات المعاكسة وعلى سرعة الرفيق بوسوار سرعة حيوية نشاط ومراوغات والقدم اليسرى ايضا عندها مفعولها وسحرها القدم اليسرى الوقت يمضي 75 دقيقة مرت النتيجة دائما هدف دون مقابل لرائد القبة هل يتوجه السيد رشيد بوعراطة الى تحقيق امنيته وهي تكرير او تكرار ما فعله امام شباب الوزن والفوز من الصعب التكهن لأن المباراة لم تنتهي بعد وصفارة الحكم لم تطلق لإعلان النهاية الآن في وضعية أو فيه ركنية ربما قللت من أداء وعرض فريق الجزائر من المردود العام الفريق للقائمة الثاني الدفاع يتدخل يخرجها إلى ركنية ركنية لمولودية الجزائر بعد تدخل الدفاع في إخراج هذه الكرة ولشنوفي فيصل
مبلوك الفيصل وكرة أخرى ركنية أمام عبد عدد كبير من اللاعبين القائمة الثانية وسرير يتفوق وسرير خروج موفق ويتفوق بهذه الكرة إلى ركنية. أربع دقائق من الوقت بدل الضائع يقول الحكم سيد مزواني عبد الكريم الحكم الرابع مرفوع الكرة أوه هاي لا لا دفاع وسرير حسني الكرة إلى تماس رشيد مرابة تدخل بكل مرة ووضعية اللاعب فوق الميدان صف اللاعبين الان بين مدرب سيد وعرطة وجبل الاتواتي والطرد اذا يقول طرد مدرب السيد رشيد وعرطة طرد السيد رشيد وعرطة من طرف الحكم السيد جبل توتر الاعصاب للسيد رشيد وعرطة في اللحظات الاخيرة مع عناصره ولاعبيه ولكنه لم يحترم المسافه القانونيه بتقديم النصائح والاحتجاجات كان الحكم قدم له الانذار الشفوي الاول والثاني ثم الثالث طلب منه الخروج مباشره لمتابعه ما تبقى من مباراه فوق المدرجات اذا الكره خرجت ضربه مرمى صالح الحارس وسرير نهايه الوقت الرسمي طبعا ونلعب بالوقت بدل الضائع نلعب الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع الحكم قال هناك أربع دقائق من الوقت بدل الضائع لهذه المباراة النتيجة دائما لمصلحة الرائد بهدف دون مقابل سجله رفيق بوسوار في الدقيقة 41 من الشوط الأول وبقي الرائد محافظا على النتيجة وسنينة لبو عمران أو لعمران ثم ناصري وفوديلي انطلاقة لبرودية الجزائر فوديلي ينطلق تدخل دفاعي فوق حسني قوة كبيرة عن المدافع بوسوار يحتفظ بالكرة بوسوار لتبديها بعد اللحظات طبعا ثم ايلول ايلول يراوغ اولى وثانية ايلول يقدم كرة خطيرة لبوسوفيان الكرة بوسوفيان وكرة اخرى للرائد اوه هاي الكرة محاولة المراوغة اولى ثانية جانبية الكرة هذه الخطيرة جدا جدا من بوسفيان محمد كاد أن يعيد ما فعله بوسفيان محمد في مباراة سابقة وحمودان ينقذ مرماه في آخر لحظة ويخرج الكرة إلى ركن مروغة جميلة أراد أن يضع الكرة في الزاوية البعيدة الحارس كان بالمسافة أدى ما عليه في هذه المباراة مرفوع الكرة حمود ثالث جيل محمد لاعب في الأواسط من مواليد 1985 ويلعب مع فريقه رائد القبة مع الأكابر ويؤدي في دور كبير الكرة لنصر مرفوعة من هناك خروج وسرير ويتفوق خروج موفق لوسرير خروج وسرير متفوقا في هذه الكرة الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لهذه المباراة توجه شيئا فشيئا إلى تحقيق أمنية السيد رشيد بوعرافة الذي طرده الحكم في اللحظات الأخيرة تكرار ما فعله امام شباب لوزان في المباراه التحليه بقي من الوقت حوالي 30 ثانيه انطلاقه لبوسوار مدير الجزائر لم تكن في يومها اليوم لم يؤدي مباراه كبيره فبنفس المنافسه هو سبب انطلاقه من اوقات كوياتي ينطلق لصالح رائد القبه وعوده موفقه لنصري وفي هذه الاثناء بالذات الحكم السيد جبل الاتواتي على الصوره يعلن عن نهايه المباراه بفوز فريق رائد القبة في هذه المواجهة المحلية الكلاسيكية بهدف دون مقابل سجله بوسوار رفيق في الدقيقة 41 من الشوط الأول إذن فوز مستحق للرائد
من خلال أدائه ومردود لاعبه، وها هو الهدف الذي سجله بوسوار في الشوط الأول من هذه المباراة بطريقة